قعدت 15 سنة في البيت وأنجبت 5 أطفال. أولادي دي كانوا صغار، 3 أولاد وبنتين. وبعد ال 15 سنة فكرت في إني يعني أتابع التعليم بتاعي. بعدين جاء عبد المجيد قال لي، أنا الليلة قابلت يوسف بدري وقال لي أنا عندي فرص بتاعت ماتيورد ستيودنت للبنات اللي ما حصلوا إنه خلصوا تعليمهم. يعني أنت ما بتخلصت؟ لا ما خلصت، أنا قريت لغاية الثانوي الثانية. وبعد ذاك تزوجته وعمره 16 سنة. بعد جبت الأطفال وقعدت 15 سنة. بعد ذاك حتى جيت رجعت للدراسة من جديد. فدخلت الثانوي بالمسا. فبديت أخلص الثانوي بتاعي وامتحنت شهادة. وجبت الشهادة. لكن الشهادة ما كانت بالتوفيق اللي بدخلني جامعة الخرطوم أو بدخلني يعني جامعات كبيرة. فكنت محتارة في إني أعيد الشهادة دي ولا أعمل شنو. ولا أواصل. فبعد ذاك جاء عبد المجيد هو اداني الخبر بتاع إنه في ماتيورد ستيودنت في كلية الأحفاد الجامعية، ممكن يعني أنا أنتسب ليها وأشتغل فيها وأواصل دراستي فيها. فأخذت الفرصة بتاعتي من الأحفاد ودخلتها. بعد ما ولدت الأولاد الخمسة وقعدت في البيت 15 سنة من غير أي دراسة ولا أي حاجة. فجيت واصلت. لما جيت دخلت الأحفاد فكان في 3 أقسام، الفاميلي ساينس والسايكولوجي والمانجمنت، أورجنايزيشن المانجمنت هي اسمها، كانت مسمية كده. فأتذكر قابلت دكتورة عواطف مصطفى. وبعدين عرضت علي إنه في 3 أقسام في الجامعة. فأنتِ يعني بتختاري شنو؟ سايكولوجي أو مانجمنت أو فاميلي ساينس. قلت لها والله أنا أفتكر مانجمنت ممكن أستمر فيها. فقلت لي لكن دي نحن عاملينها تجربة فاحتمال تتلغي قد إذا ما مشت. فبعد ذاك بعد كده قمت قلت لها لا أنا مصرة إني أقرأ مانجمنت. وفعلا دخلت وقريت بصعوبة شديدة لأنه كانت الدراسة بالإنجليزي. وانا نفعني انه زمان لما قريت اولى وثانيه في الثانوي كنا بنقرا حتى العلوم وحتى المواد كلها بالانجليزي، حتى الرياضيات كانت بالانجليزي. فمن الناحيه دي نفعتني يعني. فقدرت استمر لكن يعني ما كنت متفوقه في الاول، لانه طبعا القعده في البيت وتربية العيال والمشاكل بتاعت البيوت وكده فما هناي. المهم كافحت لغاية ما جبت الشهادة. لازم تعمل. فأنا يعني بالنسبة لي كنت أصلا ما ممكن أنا ما أقعد من بين غير شغل. أنا جاهدت وتعبت وقريت الأحفاد دي 4 سنوات أنا بنهض وبقرأ ويعني ما ممكن أجي أخذ لي شهادة وأقعد ساعي عليها. فلازم أشتغل. طيب بعد الغياب ده كله ليه فكرت في العودة حسا لجامعة الأحفاد ده؟ والله دي شفتي طبعا ظروفي اتغيرت، يعني بقيت وحدانية وبقيت عندي فراغ كبير. فقلت الفراغ ده أنا لازم أملاه. فكان عبد المجيد أثر علي ذاته، راجل كان شاعر وكاتب وأديب وكده. فطبعا الحاجات دي اتقطعت بالنسبة لي. فقلت أنا ليه ما أخش أدخل نفسي في حاجة بتاعت إنه أكون عندي مسؤولية برضو بتاعت عمل وبتاعت شغل وبتاعت تطوع وبتاعت حاجات دي. فأكتر حاجة فكرت في إني أشتغل طوعية من غير قروش. ما القصة مادة، ما عايزة مادة، لأنه الهدف الأساسي إنه أملى فراغي وأملى وقتي وأكون شنو؟ أكون زولة يعني عندي مسؤولية وأساعد الناس وأساعد المحتاج وكده. يعني دي أكتر حاجة الفكرة جاتني في راسي. وطبعا انا يعني بعد ده اتقدمت في السن، يعني ما زول يعني شابه ولا صغيره وكده. اي شفتي فدي يعني هناي. فخلتني انا يعني احس بروحي اتولدت من جديد. فانضميت للجمعيه بابكر بدري للدراسات النسويه كلها لمساعده المراه، عشان اساعد المراه ومشاكل المراه والاطفال وكده. فالحمد لله لقيت تعاون كامل وشامل معاهم واشتغلت معاهم كأنه أنا عندي مسؤولية تجاهي. يعني هو عمل طوعي لكن بحسسني بأن أنا عندي مسؤولية. يعني دي ذاتها من الحياة اللي أنا هسا يعني ساتيسفايد دايرة إنه أنا أكون مسؤولة. والله فجأة اكتشفتها هسا بعد ما دخلت الجمعية دي. وبعدين لما أجي أنا بكون حاضر المحاضرة أو حاضر الاجتماع ده والاحتفال، والله بالله الحق
بجي بكتب الكلام ده كأنه موجود في راسي. دي ذات أنا يعني هسه محتارة فيها. لكن دي ما بتفتكري إنه المفهوم زوجك عشان هو كاتب وشاعر أثر عليه؟ أثر علي زوجي أثر علي. ليه؟ وبعدين أنا هسه بفقدي ليه إني فقدته زي اللي عايزة أكون محله وأخلف يعني إنه هو كان زول بكتب وكان زول يعني وطني جدا جدا. أي حاجة في المجتمع هو بيكتب عنها وبيحب الاطلاع وبيحب القرايه. فانا ذاتي بقيت يعني احس بانه انا دايره اطلع ودايره اقرا عشان اسد محله، لكن ما حاقدر طبعا. دل 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 دي الحاجه النظريه اللي هسه انا حاسه بيها في نفسي. يعني نفسيا يمكن عشان فقده يعني نفسيا انا حاسه بروحي اني انا دايره اقلده باي طريقه. طيب يا استاذه حياتي، أثناء ما دراستك في جامعة الأحفاد وبعد ما حس رجعت لها يعني بعد حقبة يعني وحقب متفاوتة وزمن طويل، يعني تفتكر التغيير الحصل لطالبات الأحفاد شنو بنياته نوع؟ والله طبعا الأحفاد تطور التطور ما معقول. يعني الأحفاد حس يعني دخلت فيها كليات جديدة، يعني تعالي شوفي كلية الطب وكلية الصيدلة ودي كلها ما كانت موجودة زمان. يعني زمان زي ما قلت لك كانت في الثلاثة كليات دي، والثلاثة كليات دي كانت محصورة على طالبات بسيطات يعني، لكن حس العدد بتاع الطالبات فاق الملايين بالملايين. هسه بيقول الأحفاد هسه يمكن فيها 7 لـ8 مليون طالبة. دي كجامعة شوف التغيير في سلوك الطالبات قبل والآن. في سلوك الطالبات طبعا زمانك، يعني أنا بتذكر إنه نحن لما كنا في الجامعة كنا أغلبية البنات متزوجات، ما شابات صغار، يعني كلهم متزوجات. يمكن في يعني بسيط عدد بسيط من البنات الشابات الصغار اللي خلصوا الثانوي وجد دخلوا الأحفاد، لأن العددية ذاتها كانت بسيطة. الباقين كلهم ماتيورد ستيودنت، يعني الماتيورد ستيودنت كانوا طاقين على الأحفاد، يعني لأن الأحفاد ذاتها طبعا هي اللي علمت المرأة وهي أول التعليم بدأ ببابكر بدري، يعني في 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 في, في إنه في رفاعة وكده. حتى أنا لما عملت البحث بتاعي عملته عن الموضوع ده، عن موضوع إنه شنو إنه التعليم المرأة والإدارة بتاعت المرأة، واستشهدت بنفيسة أحمد الأمين إنها هي كانت أول مرة تكون وزيرة ونائبة وزير لما عينوها إنها وزيرة. فدي كانت بالنسبة للسودان أول مرأة تاخذ منصب كبير، وكل الحاجات دي انا جبتها في البحث بتاعي. لكن الاحفاد حس الليله الطالبات فيها طبعا حكايه، يعني انا ما احتكيت بهم، يعني ما بقدر احكم عليهم، لانه انا طبعا في فرق سن كبير بيني وبينهم. وانا هسه طبعا ما في الاحفاد، انا في الجام في الجمعيه. والله انا بس التعليم ده مهم للمراه، يعني حاجة مهمة جدا جدا. يعني الليلة المرأة اللي بتكون بتفهم وبتكون متعلمة وفاهمة أحسن من المرأة اللي بتكون يعني جاهلة. فدي يعني أنا بفتكر إنه حق كل مرأة يعني هي تحس بناتها أو تحس أولادها على التعليم، إنه ما يأسوا أبدا، لازم يكونوا عندهم طموح للدراسة ويكون عندهم طموح في إنه نحط. يعني أنا هسه مثلا نفسي كان احضر ماجستير، لكن ما بعد كده ما شعر بروحي ما بقدر على الدراسه يعني بتاعت الماجستير دي، لانه طبعا انا فوق انا هسه فوق الـ60 عمري، اوفر 60 انا. هاي يعني عليك كل خير يا استاذ حياه. هاي شكرا جزيلا على المقابله الجميله وعلى الكلام الحلو ده. ايوه شكرا لكم على استضافتنا في بيتك العامل. طيب شكرا لكم، شكرا اشكركم، شكرا جزيلا.